دشن وزير الاقتصاد الهولندي أول ممر للدراجات الهوائية بالعالم يعمل بتوليد الطاقة الشمسية في إحدى ضواحي العاصمة أمستردام. المخترعون قالوا إن تقنية المشروع تعد خطوة مهمة نحو نظام التنقل المستدام والمساعدة في إنارة الإشارات الضوئية والسيارات الكهربائية خلال السنوات المقبلة. اقتصاديا هذا غير عملي، لكننا سنجعله كذلك، نعمل عليه بشكل كبير، عملنا ذلك منذ 5 سنين، سنستمر بالعمل على المشروع لجعله مناسبا اقتصاديا مستقبلا. ويبلغ طول الممر نحو 70 مترا، وفي مسارين يربطان ضاحيتي كروميني وورميرفر، ويستخدمه حوالي 2000 راكب للدراجات يوميا. يجب أن يكون الممر شفافا ليسمح لأشعة الشمس من الولوج للطبقة العليا للخلايا الشمسية تحتها، فضلا عن سطح الممر الخشن المقاوم للانزلاق.